أمير سعيود قرأنا اليوم بأنه سينتقل من الطائي إلى الرائد. والله يشوف أمير أمير سعيود في حديث عن إمضاءه في الرائد وخلاص وتمت الصفقة، وفي حديث عن 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 انتقاله للنوادي الثانية. هو للأمانة مطلوب بكثرة أمير سعيود. أمير سعيود يعني قدم مستوى كبيرة من يوم خروجه من شباب بلوزداد وانتقاله لنادي الطائي، مستواه في ارتفاع كبير، وحتى يعني قيمته السوقية ارتفعت بشكل مرهف، وهذا الشيء اللي خلى الأندية هنا في السعودية، نقول لك الأندية الكبيرة تتهز عليه. بس الحديث المتداول أنه خلاص يعني الصفقة تمت في نادي الرائد. طيب الآن الدوري السعودي هو أيضا كان قبلة اللاعبين الجزائريين، مش عارف إلى ما زالوا ثمانية لاعبين كانوا يتصدرون هم قائمة اللاعبين العرب، ليس كذلك عبد الرحمن؟ والله يشوف يا الأخ قادة، هو اللاعب الجزائري بصفة خاصة يعني لاعب مهاري، لاعب اللي عنده مستوى عالي، ويعني أثبت هذا سواء في الجزائر ولا في دوريات أخرى. نشوف مثلا حاليا نشوف الحارس مصطفى زغبة يعني اللي متواجد بشكل دوري في قائمة جمال بالماضي يؤدي في مستويات كبيرة هنا في السعودية. نشوفه هلال سوداني زميله في ضمك، عبد القادر بدران، أمير تعيود وغيرهم، يعني يمدوا صورة حسنة المستوى وقيمة اللاعب الجزائري في دوري روشن السعودي.